زيارة مثيرة ومفاجأة قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة لقطر لأول مرة من 9 سنين. الزيارة دي فتحت الباب وراء تساؤلات كتيرة جدا بخصوص أسبابها وإيه الهدف منها وغيره. تفاصيل الزيارة دي بنوضحها لحضراتكم في الفيديو ده، فخليكم معنا. الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل زيارة النهاردة لقطر لأول مرة من حوالي 9 سنين. الزيارة طبعا فتحت الباب لمناقشة العديد من الملفات المهمة على مستوى البلدين. لعل أبرز الملفات دي هو الملف الاقتصادي. رشاد عبده الخبير الاقتصادي الدولي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية قال في تصريحات صحفية إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطر مهمة جدا بالنسبة للملف الاقتصادي، وده بسبب إن قطر بتمتلك صناديق سيادية كتيرة وكبيرة ويمكنهم كمان الاستثمار في مصر. كمل رشاد عبده تصريحاته وقال إن الاستثمار القطري في مصر هيكون مهم لأنه هيساعد في توفير عملة أجنبية، وده طبعا هيساعد في تنشيط الاقتصاد والإمداد بالخبرات والتقنيات العالية، علشان كده يعتبر مكسب كبير جدا بالنسبة لمصر. كمل رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية ووضح كمان ان العلاقات الطيبة بين البلدين بتخلق كمان فرص عمل للعمالة المصرية في قطر، بالتالي ده هيحقق مكسب كبير جدا في توفير العمل. واكد كمان ان العمالة المصرية في الخارج بتحول العملات الاجنبية وبتزود كمان من الاحتياط النقدي في البنك المركزي. وضح رشاد عبده كمان ان زيادة العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر هتساعد في زيادة التبادل التجاري وفتح المزيد من الأسواق في دول الخليج، بجانب العلاقات الوثيقة بين البلدين والتنسيق والتعاون بين القاهرة والدوحة في المحافل الدولية والإقليمية. أما بالنسبة للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أكد أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتيجي تتويجا للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، ده بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة. وضح كمان ان الرئيس هيبحث خلال الزيارة مع شقيقه امير دولة قطر اهم محاور العلاقات الثنائية اللي بتجمع ما بين البلدين الشقيقين، بالاضافة كمان للتشاور والتنسيق حول كل القضايا الاقليمية والدولية المختلفة ذات الاهتمام المشترك، وده خلال المرحلة اللي احنا فيها واللي بتتطلب كمان توحيد الجهود من اجل حماية الامن القومي العربي. زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطر بتدل على حاجات كتير جدا، وان العلاقات بين البلدين خلاص رجعت سمنة على عسل زي زمان على ما كانت في الفترة اللي فاتت، بالتالي الزيارة دي هيكون لها عائد مهم قوي، وخصوصا على الجانب الاقتصادي والاستثمارات القطرية اللي من المتوقع انها هتزيد جدا في مصر خلال الفترة اللي جاية. ممكن مصر يكون لها دور كمان في كأس العالم 2022 باعتبار موقعها قريب جدا من قطر، وان قطر مش هتقدر انها تستحمل تواجد كل الجاليات اللي جاية من المنتخبات بتاعتها، فمن المتوقع زي ما قالت تقارير صحفية ان مصر هتستضيف جماهير بعض المنتخبات على اراضيها خلال اقامة بطولة المونديال لأول مرة في دولة عربية وهي دولة قطر.